أخبار العراق والعالم في حصاد الليلة الذي نتوالى على تقديمه من لندن. أنا سعيد شبيب برفقة زميلة آلاء أبو الشملات، فأهلا بكم. مساء الخير سعيد، أسعد الله مساءكم بكل خير في الحصاد الإخباري لهذه الليلة عبر شرقية نيوز. يرافقنا إذن بعض الزملاء، أو أعتقد بأننا سنكون لوحدنا في هذه الليلة، لا أعرف سعيد. بكل حال الحصاد ابتدأ بالعناوين. لمواجهة مختلف التهديدات والتحديات، السوداني يصدر توجيهات بشأن تسليح القوات العراقية ويشدد على تنويع مصادرها. بهجوم دمر القنصلية الإيرانية في دمشق، إسرائيل تغتال قائد قوة القدس في سوريا ولبنان وسبعة مستشارين. وسط ترقب الأحزاب المنافسة له، حراك ميداني مفاجئ للسيد الصدر ينذر بعودة قريبة. وبعيدا عن المؤتمرات والنتائج المسبقة، البارزاني يدعو المجتمع الدولي لضمان إجراء انتخابات حرة وحقيقية في كردستان. بطول 6 أمتار أفعى تشبه الأناكوندا تثير الهلع في الكوت وحملة بحث كبرى للقبض عليها. دمار وجثث متحللة، انسحاب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي في غزة يكشف هول المجازر. مساء الخير، ترأس القائد العام للقوات المسلحة في العراق محمد الشاع السوداني الاجتماع الثاني للجنة العليا للتسليح الذي خصص لبحث تعزيز قدرات تشكيلات وزارة الدفاع في جوانب التسليح والتجهيز العسكري. وشهد الاجتماع البحث في الإجراءات المتخذة لدعم القدرات القتالية والميدانية للقطاعات المسلحة في إطار المضي باستراتيجية الحكومة الساعية إلى تمكين وتطوير قابليات القوات المسلحة والتشكيلات الأمنية وتأكيد أهمية تنويع مصادر التسليح ورفع الكفاءة التكنولوجية في مختلف الصنوف. هذا وجدد رئيس مجلس الوزراء توجيهاته بضرورة الاهتمام بالتدريب والتطوير وتوفير أفضل المستلزمات والتجهيزات للقوات العراقية بما يمكنها من الرد والتحرك في أداء الواجب ومواجهة التحديات والتهديدات الأمنية أيا كان مصدرها ونوعها. من جانب آخر، تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني تلقى دعوة رسمية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي والذي تستضيفه السعودية في أواخر شهر نيسان الجاري. وبحسب بيان لرئاسة الوزراء العراقي، أشار ولي العهد السعودي في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس الوزراء إلى العلاقات الوثيقة التي تربط السعودية بالعراق. يذكر أن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي سيعقد في مدينة الرياض للمدة من 28 والتاسع والعشرين من نيسان الحالي، وسيتناول عددا من الموضوعات والقضايا الدولية وأيضا مناقشة التعاون الدولي في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة. هذا وشدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني أيضا على ضرورة أن ينطوي عمل الحكومة المحلية على الجدية والالتزام تجاه المواطنين ويؤدي مجلس المحافظة مسؤوليتها الرقابية بعيدا عن الخلافات السياسية. تصريحات السوداني جاءت خلال لقائه أعضاء الحكومة المحلية في واسط بشقيها التنفيذي والتشريعي، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية العمل بروح الفريق الواحد
واستيعاب جميع مطالب الناس وحفظ الأمن وتبني منهج منسجم مع برنامج الحكومة الاتحادية ليتكامل العمل ويتحقق الإنجاز. وواجه السوداني وزيري النفط والكهرباء بزيارة واسط للوقوف على احتياجاتها في هذين القطاعين، وأكد دعمه لتأسيس شركة نفط واسط للعمل ضمن خطة المشاريع النفطية المتكاملة، إلى جانب المضي في إكمال مشروع المستشفى التركي المتلكئ وسد النقص في الأبنية المدرسية في المحافظة. بهجوم دمر القنصلية الإيرانية في دمشق، إسرائيل تغتال قائد قوة القدس في سوريا ولبنان، وطهران تتوعد بالرد. إذن استهدف قصف جوي إسرائيلي الاثنين مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق في تصعيد هو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول أكتوبر الماضي. وذكرت وسائل إعلام إيرانية بأن الغارة الإسرائيلية والتي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق أسفرت عن مقتل القيادي في فيلق القدس في سوريا ولبنان العميد محمد رضا الزاهدي وأيضا مساعده محمد هادي، بالإضافة إلى 5 أشخاص آخرين، إلا أن السفير الإيراني حسين أكبري وعائلته بصحة جيدة ولم يصابوا في هذا الهجوم الإسرائيلي. في غضون ذلك أكدت مصادر إيرانية مقتل العميد حسين أمير الله رئيس أركان الحرس الثوري في سوريا ولبنان في هذا الاستهداف الإسرائيلي في دمشق. إلى ذلك أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن الهجوم الإسرائيلي في حي المزة في دمشق أدى إلى مقتل كل من كان داخل المبنى مبنى القنصلية الإيرانية، إضافة إلى وقوع أضرار بالمباني المجاورة لهذا المبنى. سنعود طبعا إلى الشأن العراقي، ولكن المستجدات الأمنية التي فرضت نفسها على الساحة السورية سنتوقف عندها قليلا، ثم نعود لمتابعة أخبار التي تخص الشأن العراقي. أسفرت إذن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق عن تدمير مبنى القنصلية الإيرانية بالكامل كما شاهدنا قبل قليل. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط 8 قتلى في الضربة التي استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في حي المزي. وقال المرصد إن الهجوم الإسرائيلي نفذ بصواريخ شديدة التفجير دمرت مبنى ملحقا بالسفارة الإيرانية على أوتوستراد المزي. في هذه الأثناء ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي انتظر مغادرة القنصل الإيراني لمقر الاجتماع في القنصلية واستهدف بعدها بصواريخ موجهة القيادية بفيلق القدس العميد محمد رضا زاهدي. هذا وأدان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد من مقر السفارة الإيرانية في دمشق الضربات الإسرائيلية والتي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مؤكدا أن العلاقات بين بلاده وإيران لن تتأثر. من جهته قال سفير إيران في دمشق حسين أكبري إن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية يعكس حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يعترف بأي قوانين دولية. هذا عمل إرهابي شنيع أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء، وكانوا يهدفون بشكل أساسي إلى النيل من هؤلاء الناس، هم يعرفون أننا في
هذا الشارع الأساسي في دمشق، هنالك مواطنين مدنيين وأبرياء لكنهم افتقدوا أي حس بذلك. استهداف السفارات في القانون الدولي ممنوع، وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقعت على ذلك، ونحن ندين بقوة هذا العمل الإجرامي الذي قام به العدو الصهيوني والذي أدى إلى استشهاد بعض المواطنين الأبرياء الذين كانوا يمرون في هذا الشارع. لذلك نؤكد مرة أخرى وقوفنا إلى جانب أشقائنا في السفارة الإيرانية وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونؤكد أن سوريا والجمهورية الإسلامية لا ينسون أعدائهم، وأن يوم انتصار الشعب الفلسطيني قائم وقادم بفضل تضحيات أهلنا في فلسطين. إن حقيقة رجيم الصهيونيستي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حقيقة كيان الصهيوني. كبهيج خطوط بين المللي وارزش‌های بين المللي جامع الدنيا برون قائلان ارزش و توجه الذي لا يعتبر لأي خطوط عالمية في المجال الدولي وفي العالم الدولي. رژیمی که امروز مستأصل شده، همه وجدان‌های بیدار بشری و همه کشورهای دنیا به جنایت‌های اون اعتراف کردن احساس می‌کنه می‌تونه هر جنایت دیگه‌ای رو مرتکب بشه. هذا الكيان المجبر على القيام بأي بأي عملية منافية للإنسانية ويقوم بأي عمل ليستطيع أن يقوم بما يريد أن يحققه، فهو اضطر إلى هذا العمل ويضطر إلى فعل هذه الأعمال. نبقى في سوريا. قتل 3 جنود سوريين وأصيب 4 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مستودعات مركز البحوث العلمية العسكرية في منطقة جمراي الواقعة شمال غربي دمشق حسب ما ذكرت مصادر سورية. وقال المرصد السوري إن الموقع المستهدف ب4 ضربات جوية إسرائيلية يستخدم لتخزين الأسلحة، بعضها مخصص لحزب الله اللبناني، وأدى إلى مقتل مدنيين. هذا وأعلنت وزارة الدفاع السوري أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق، وأسفر عن إصابة مدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية. في هذه الأثناء كشفت مصادر ميدانية أن القصف استهدف معاهد عسكرية تتولى مسؤولية البحث والتطوير والإنتاج الميكانيكي لمشروع الأسلحة والصواريخ في سوريا وإنتاج أنظمة الملاحة ووسائل الاتصال والمراقبة. كانت إيلات تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة حسب ما أفاد الجيش الإسرائيلي في وقت قالت فيه فصائل عراقية إنها نفذت هجوما استهدف هدفا حيويا في المدينة. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان بأن طائرة مسيرة تسللت إلى المدينة من جهة الشرق قبل أن يتم إسقاطها في منطقة خليج إيلات. وكانت فصائل منضوية تحت اسم المقاومة الإسلامية في العراق قالت إنها استهدفت هدفا حيويا داخل إسرائيل. وسط ترقب الأحزاب المنافسة له حراك ميداني مفاجئ لسيد الصدر ينذر بعودة قريبة. نعود محليا. تواصلت اجتماعات الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان العراقي لليوم الثالث على التوالي في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى بهدف تنسيق العمل للتواصل مع القواعد الشعبية للتيار الصدري. فقد عقد نواب الكتلة الصدرية في ميسان اجتماعا موسعا مع أئمة الجمعة والبنيان المرصوص من أجل تفعيل مشروع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتواصل مع القواعد الشعبية وتلبية احتياجاتهم. كما عقدت الكتلة الصدرية المستقيلة في محافظة المثنى اجتماعا ضم البنيان المرصوص وإشراف صلاة الجمعة تنفيذا لتوجيهات الصدر.
أيضا التحركات والأنشطة الاجتماعية الأخيرة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فتحت الباب مجددا أمام سلسلة من التكهنات والسيناريوهات، خاصة بعد إعازه لأعضاء الكتلة الصدرية المستقلة بالعودة للتواصل مع قواعدهم الشعبية. المزيد في هذا التقرير. على مدى الأسابيع القليلة الماضية لم تتوقف تحركات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الصعيد الاجتماعي، بدأت من تجواله في أسواق النجف مع حلول شهر رمضان وزيارته مرقد الإمام علي عليه السلام. وشكلت الدعوة الأخيرة التي أطلقها الصدر للكتلة النيابية المستقيلة من البرلمان العراقي بإعادة التواصل مع القاعدة الشعبية الكبيرة للتيار خطوة فتحت المجال أمام مختلف أنواع التكهنات. الصدر يهدي نماذج من الزي الذي يرتديه وأدعية لعدد من أفراد حملة البنيان المرصوص التي أطلقها لمساعدة المحتاجين، كان آخر نشاط حتى لحظة إعداد التقرير. تباينت التوقعات والتكهنات بشأن الخطوات المقبلة لزعيم التيار الأكثر شعبية في البلاد، منهم من فسرها على أنها تترجم عدم الانقطاع مع الحياة الاجتماعية، وآخرون ما زالوا يتوقعون عودة للمشهد السياسي قد يحين موعدها في وقت لاحق. نناقش هذا الشأن مع السيد عصام الفيلي الباحث في الشأن السياسي. أهلا بك يا سيد عصام. يقال اليوم بأن تحركات السيد مقتدى الصدر وتوصية أتباعه بمتابعة القواعد الشعبية وتلبية احتياجاتهم هي دلالة على العودة إلى المشهد السياسي، فهل يحتاج السيد الصدر إلى مقدمات لهذه العودة؟ عودة أو لا عودة من وجهة نظرك حتى هذه اللحظات وسط المعطيات التي لم تتغير بحسب قوله؟ نعم، في البداية تحية لك سعيد وإلى آلاء ولكل المتابعين الكرام. أنا أعتقد كل من يتابع طبيعة نشاط السيد مقتدى الصدر يدرك تماما بأن في طبيعة نهجه وحياته كان يسبق البعد الديني حتى متقدما على البعد السياسي، ولذلك نجد حتى حينما ذهب إلى تأسيس منظمة الإنسانية البنيان المرصوص في 21 شباط عام 2021 يؤكد بأن هنالك مسؤولية أخلاقية لأي زعيم سياسي تنطوي في التواصل مع الشرائح الاجتماعية التي تؤمن بمشروعه. ربما يكاد يكون هذا ليس وحده، بل دعني أذكر لك أن خيرة قيادات التيار الصدري وكثير من أعمدته هي في حالة تواصل دائم. هنالك من يؤكد بأن حتى سيد حاكم الزامدي نائب رئيس البرلمان المستقيل كان دائما يحضر في صلاة الجمعة ويقضي حوائج الناس، وبالتالي هو في حالة تواصل مع كل مؤسسات الدولة. ولذلك أقول أن سيد الصدر في توجيهاته الأخيرة إلى السادة أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلون يؤكد لهم أنكم ما زلتم تحملون هذه الرسالة، وبالتالي حتى تجميد النشاط كان الغاية منه هو الانطلاق بمشروع دولة، وجزء استراتيجي من استكمال هذا النشاط يجب أن يكون هنالك حضور في مجالات اجتماعية متعددة. وكلنا يعلم وكل من يتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مؤسسة البنيان المرصوص كانت تقدم يعني مبالغ و أي يعني جملة من الهدايا أو التقدم إلى المتزوجين أو مساعدة الفقراء في هذا الاتجاه، وهذا التفعيل أنا أعتقد في واقع الأمر في خفايا هنالك خفايا أكبر. ودعني أذكر شيء من خلال قناتكم، أن سيد الصدر حتى في حالة اعتكافه في محرابه الديني كان يعمل وفق مبدأ جده علي: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. كان يتواصل مع القيادات السياسية من أجل إعداد برنامج كيفية وآلية الانتخابات القادمة. نعم، أهلا بك من جديد سيد الفيلي، ضيفا كريما علينا. تابعنا على أرض الواقع طبعا مع القاعدة الشعبية الكبيرة للسيد مقتدى الصدر، تابعنا كيف استقبلته القاعدة الشعبية، ولكن دعنا نتساءل عن السياسيين كيف سيستقبلون هذه التحركات الجديدة، وهل هذه التحركات من وجهة نظرك هي باب للعودة مجددا للعمل في الشأن السياسي بطريقة فعلية وبطريقة مباشرة أيضا؟
يعني تحية لحضرتك استاذ مرة أخرى. أنا أعتقد وجود السيد الصدر في المشهد السياسي العراقي وحقيقة واقع أمر يمثل ثقلا كبيرا، وهذا الثقل هو ليس وليد هذه اللحظة، ودعيني أقول ربما يكاد يكون هنالك قوة تحصل على مقاعد انتخابية لكنها لا تمتلك قواعد شعبية بمستوى السيد الصدر على الصعيد في بغداد وتوابعه والمحافظات، ربما يكاد يكون السيد الصدر، لكن يقابله في هذا الوضع ربما السيد مسعود البرزاني في إقليم كردستان بحكم تراثه وتراث أبيه. في قادم الأيام ربما هنالك ستبرز شخصية في هذا الموضوع، أنا أقولها قد تكون انتخابية ولتحظى بمقبولية فيما يخص السيد محمد الشياع السوداني، والقوى السياسية الأخرى لا تستطيع أن تجيش ما يستطيع أن يعده السيد مقتدى الصدر. بالرغم من كل محاولاتها في هذا الاتجاه قد يذهب البعض لاستعراض قوتي في أماكن صغيرة قد تكون قريبة من هنا وهناك من ساحة التحرير، ولكن واقعا هو لا يمتلك لا كاريزما ولا تأثير ولا مستوى الإيمان الذي يمتلكه السيد مقتدى الصدر. لذلك كثير من القوى السياسية تشعر ليس فقط في موضوع السيد الصدر أو قواعده الشعبية، ولكن تشعر بالقلق من إيمان أتباعه. يعني حينما نقرأ حركة التاريخ ليس هنالك شخصية لديها القدرة من هذا التأثير الساحر إلا السيد مقتدى الصدر في هذا الاتجاه، وأنا أقولها بكل وضوح هذا ما يدفع القوى السياسية أن تذهب بطريقة أو بأخرى من خلال التواصل معه أحيانا. طيب طالما جئت على ذكر ذلك يا سيد عصام، أنت تعلم بأن البعض بدأ يتحدث عن وسطاء مرة، عن تعديل قانون الانتخابات، عن سياسة اليد المفتوحة، وأن بغياب صدر فقد التوازن في العملية السياسية، كل ذلك لاسترضائه وعودته إلى المشهد السياسي. بالمقابل السيد الصدر لازال مستنكرا السلطوية والتحاصص في المغانم وعلى المناصب في الشأن السياسي أيضا، وآخر ما قاله بشكل علني وصريح الكل فاسد أو متحالف مع الفاسدين. فكيف ترى المعادلة السياسية المقبلة إذن؟ يعني هنالك فرق بين ما قضى عمره 20 عاما وهو يهرول من أجل السلطة ومقدراتها ولم يحترم لا تراثه ولا تاريخه ولا تضحيات حزبه، في حين أننا نجد كثير من القوى السياسية تحاول أن تشتري أو تنسب جملة من المناقب لنفسها، وبين الذي يؤمن بمشروع الدولة وما يجعله نقطة مضيئة فيما بعد عام 2003. ودعونا نتذكر أن السيد الصدر بجملة سلوكه السياسي لديه القدرة على المراجعة والمتابعة والإقصاء، ويراجع سلوك يعني حقيقة طبيعة عمله ومتابعة أتباعه، ولديه القدرة على إقصاء من يفسد، ولذلك هو أشبه ما يكون بجهاز طرد مركزي قادر على أن ينتج أقول دائما ما هو كله صالح ويبعد الغث والسمين. بعض القوى السياسية أنا أقول حينما فشلت في تقديم مشروع حقيقي ووجدت نفسها الآن في حالة مواجهة، حتى من ينطلق بمشروعه مشروع العمل الدولة من خارج رحم التيار الصدري بدأوا يقفون بالضد من توجهاته، ويبدو أن حتى ما يقولونه بعض الأتباع بأننا مجموعة من الأحباء التقينا، أو في واقع الحال هم مجموعة من الأضداد التقوا من أجل إجهاض مشروع السيد مقتدى الصدر، لكن الواقع أثبت أنهم ليس لديهم القدرة لا معالجة أخطائهم ولا يمتلكون الشجاعة للاعتراف والاعتذار لهذا المجتمع، ولذلك هم في هذه المرحلة والمرحلة القادمة بدأت بوادر الاحتراف فيما بينهم في موضوعة ما يخص مقدرات الدولة، وعليه السيد مقتدى الصدر يبقى في برنامجه. وأنا أعتقد المتغير قادم بالنسبة للقوى السياسية، حتى من كانت تمتلك ائتلافات كبيرة، بدأنا اليوم حجم الصراع واضح ما بين البيت السني والبيت الكردي والبيت الشيعي،
وبالتالي ما طرحه السيد الصدر بضرورة أن تكون هنالك كتلة معارضة وكتلة حكومية يعطي انطباع حقيقي أنه يمتلك رؤية استراتيجية تحاول أن تبني دولة حقيقية أمام تحديات داخلية وخارجية لقوى سياسية يعني يطلق عليها مجازا هي سياسية لكن في واقع الحال هناك أكثر من استفهام على سلوكه. طيب سيد عصام، إذا افترضنا بأنه السيد مقتدى الصدر سيعود إلى خضم السياسة المباشر، ما هو باب العودة؟ هل المعارضة هو الباب الأقرب من وجهة نظرك؟ وأيضا لابد أن نتطرق إلى دلالات لقائه بسيد السيستاني. تفضل. يعني أولا التقائه بالسيد المرجع الكبير السيد علي السيستاني هذه له دلالة. أولا أن السيد السيستاني أغلق أبوابه أمام كل القوى الدينية وحتى من كان ينتمي إلى بيوتات دينية، وبالتالي أن السيد السيستاني يتعامل في البعد الإنساني، يتعامل في البعد الديني، ولديه مجساته ولديه قراءاته، إضافة إلى موضوعة العرفانيات هذا لا ندخل فيه، ولذلك هو يؤمن تماما أن السيد مقتدى الصدر حاله حال ولده السيد محمد رضا، نشأ في بيت تشبع بالمنظومة القيمية، وبالتالي هنالك جملة من المشتركات في هذا الموضوع. كذلك مساحة الاحترام التي يتمتع بها السيد السيستاني في وجدان السيد مقتدى الصدر أنا أقول هي التي تجعل منه أن يسمع، وكلاهما يلتقيان في مشروع بناء دولة حقيقية بعيدة عن قوى وإن لبست لبوس الدين، ولكن في واقع الحال هي لم تكن تمتلك أبسط معايير القوى العلمانية. وحينما نأتي أنا لست بصدد المقياس، حينما نأتي إلى واحدة من أقوى الأحزاب العلمانية اليسارية في العراق نجد أن أبسط وزير شيوعي يتقدم على كثير من قوى وأحزاب الإسلام السياسي في سلوكياته ومبادئه وتواضعه، وبالتالي هو يطبق المبادئ التي أطلقها ماركس، ولكن كثير من قوى الإسلام السياسي للأسف الشديد لم تطبق لا مبادئ علي ولا محمد باقر الصدر ولا محمد صادق الصدر ولا غيره. يعني بعض القوى تدعي بأنها من أتباع محمد صادق الصدر، هو هنا تحدث من خارج التيار الصدري، وبالتالي هي لا تطبق ألفباء السيد محمد صادق الصدر. إذن نحن أمام إشكالية، إشكاليتنا مشتانة ما بين الادعاء والسلوك، وبمعنى هذا أن المواطن العراقي يمتلك القدرة على الفرز. أما موضوع مشاركتي أعتقد أن هنالك الخمس شروط التي وضعها السيد مقتدى الصدر، والتي حينما وجد الأطراف الأخرى غير ملتزمة به هي التي دفعته إلى الاستقالة. وكذلك هنالك متغير قادم في المشهد السياسي أنا أقولها هي تدركه القوى السياسية، مثلا أن المتغير القادم بعض المصادر الأبحاث العالمية ومجسات الاستطلاع تؤكد أن المعادل الرقم في المشهد السياسي العراقي هو محمد الشياع السوداني الذي من الممكن أن يحصل 45 مقعدا ضمن التوجه الشيعي أو القائمة الشيعية، وقد يحصل على 15 إلى 20 مقعد في القوائم الوطنية إذا دخل، وهذا سيؤدي إلى قلب المعادلة السياسية. ويبدو أن القوى استشعرت هذا الخطر وبدأت تفكر في محاولة خطب الود، ولكن يبدو أنه ينطبق على عودتهم أو رغبتهم أنه كما يقول الشاعر الذي كان يعشق فتاة ما وقريب الموت كانت تتمنى منه، قريب الموت قالت له أنا أحبك، فقال قصيدته أتت وحياض الموت حولها وجادت بوصلها حيث لا ينفع الوصل. وبالتالي هذه القوى السياسية التي لم تحترم مشروع الدولة تكالبت على السلطة هي ماتت في وجدان السيد مقتدى الصدر، ونعتقد هو لن يدخل في ائتلاف معها في قادم الأيام. شكرا جزيلا لك السيد عصام الفيلي الباحث في الشأن السياسي، أشكرك. من بغداد كل شيء عن الزاد وأخبار الناس في تعاظم وازدياد، من أرض الطفوف
حيث ترفع الرايات والكفوف من كربلاء من قبلة الولاء ومنبع الإباء. ديالى منها عناقيد الأنباء تتدلى، ومن مدينة البرتقال نوافيكم بكل ما يقال أو مسكوت عنه لا يقال. الأخبار مثل أمواج الخليج بين مد وجزر، من البصرة يصدر كل ما يثير الفرح والحسرة، هنا مدينة الخليل والسياب والنخيل. من مدينة النار الأزلية كركوك العراق، هنا مشتبك الأعراق ومعارض الأنباء. الديوانية دنيا، كل شيء فيها في متناول اليد، الأخبار منها تأتي بعد حل وجد. إيقار عاصلة الأهوار وعلى ذات سياق الانتحار، عن قبضها وقبضها نصدر الأخبار. بغداد أم الفقراء، من المدينة التي لم تغب عنها شمس الحضارة، معكم في كل أوان. بعيدا عن المؤامرات والنتائج المسبقة، البارزاني يدعو المجتمع الدولي لضمان إجراء انتخابات حرة وحقيقية في كردستان. الآن إلى شأن الكردية، أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني أن البارتي هو مؤسس الشرعية والانتخابات في إقليم كردستان، وسيفشل المخططات الرامية لمصادرة إرادة شعبه. البارزاني قال خلال لقائه في مصيف صلاح الدين القنصل الفرنسي العام لدى أربيل يان برايم إنه خلال السنتين الماضيتين بذل الحزب الديمقراطي كل ما يمكن من جهود من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، لكن تمت عرقلتها واللجوء علنا إلى الأيادي الخارجية والمحكمة الاتحادية من أجل وضع العقبات أمام إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وحرمان المكونات القومية والدينية من الانتخابات وسلب مئات الآلاف من الناخبين حقهم في التصويت. البارزاني طلب المجتمع الدولي بالمساعدة في مراقبة وضمان إجراء انتخابات حرة وحقيقية تخدم الشرعية والصوت الحقيقي لشعب كردستان بعيدا عن المؤامرات والنتائج المسبقة. كشف وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي عن وجود ما لا يقل عن 30 ملياردير سياسي في العراق، جميعهم كونوا امبراطورياتهم بعد عام 2003. علي عبد الأمير علاوي قال في برنامج لقاء خاص والذي يعرض اليوم بعد الحصاد، قال إن العمل الاقتصادي والاستثماري في العراق لا يمكن أن ينجح دون غطاء سياسي. كل ما يكون طموحاتك أكبر، كل ما تكون اطلاعاتك أكبر، كل ما تريد أن تكون تواجد اقتصادي كبير، ربما تبني امبراطورية اقتصادية، ما تقدر تسويها إذا ما عندك تغطية سياسية، لسبب بسيط، لأن مصدر الثورة والإثراء بالعراق هو الدولة. صح. فالدولة طبعا لما الموارد الأساسية كلها تروح للدولة، أي بعدين تتوزع. شلون تتوزع؟ بمفهوم العريض، أي قسم منها أو القسم الأكبر منها يروح إلى رواتب و أجور وإلى آخره، قسم آخر يروح إلى استثمار، قسم لا بأس من هي يسرق، قسم يدهر. فالدولة هي مصدر الإثراء بالعراق الكبير. هذا بس بالعراق لو بالعالم هم؟ لا بالعراق خاصة. بس بالعراق ماكو قطاع خاص بالعراق يقدر ينظم ويشتغل على هذا المستوى بدون ما يكون عنده شأن بالدولة. غطاء سياسي، غطاء سياسي، يعني الاقتصادي خلينا نقول فوق المتوسط يحتاج غطاء سياسي بالعراق. احنا ايش كم امبراطور عندنا بالعراق الان؟ هاي تقديرات، انا اعتقد اكو فوق ال 30 شخصيه بالعراق يملك فوق المليار دولار. 30 شخصيه سياسيه، قسم سياسيه، قسم سياسه واقتصاديه، قسم اقتصاديه وسياسيه. الدولة موهن بعد 2003 ولا قبل 2003؟ لا بعد 2003.
بعد 2003. وهناك ويجي فلوس قبل 2003. وأشار وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي إلى أن النظام السياسي في العراق قائم على دولتين، هما دولة النهار بمفهومها الرسمي المعلن ودولة الليل التي يتم خلالها إبرام صفقات الفساد واتخاذ القرارات المهمة. وأضاف علي علاوي خلال لقاء خاص أن السلطة في العراق تشبه السراب، وأن قوى من خارج المنظومة السياسية لا تزال تؤثر على صناعة القرار. أكو ربما دولتين، دولة النهار ودولة الليل. دولة النهار هاي تشوفها كل يوم، ودولة الليل، دولة الليل المجالس الخاصة. ما أيضا أقدر أقول العمل السياسي بكل العالم بمجالس خاصة يسموها الكابينة المطبخ، كيتشن كابينتس، لكن هاي محصورة في تقريبا كل البلدان، احنا لا منتشرة. فقرارات تؤخذ في ضمن العمل العمودي لكن تنقذ بالعمل الأفقي. أنا واجهت هاي عدة مرات. فالسلطة بالعراق أو النفوذ بالعراق مثل يعني مرات سراب، عندك سلطة تحت عنوان لكن واقع ما عندك هالسلطة، لأن قبل ما تأخذ القرار السلطة شلون تنفذ لما تصدر قرار؟ هذا القرار الصدرة مفروض ينفذ حتى يكون عندك سلطة، صحيح. لكن إذا ما يتنفذ واحد جاك من صفحاوي مثل ما يقولون خرب كل مشروعك ويرات. زي من يقود العراق الآن، دولة الليل أم دولة النهار؟ يعني هو حسب تجربتي الدولتين دولتين. يعني أكو نوع من الاحترام الشكلي وحتى المضموني إلى التنظيم العمودي لدولة النهار. دولة النهار وأكو أيضا اعتبار كبير ومهم إلى دولة الليل. دولة الليل التم بها القضايا لا يرغب الإعلان عنها، وقضايا مشبوعة ممكن نسميها مشبوعة، يعني الفساد أو الصفقات ما تنظم بالنهار. وقال وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي قال إن العراق لم ينتج بعد 2003 أي رجال دولة مستعدين لتبني قواسم مشتركة أو بناء البلد. علي علاوي أكد بأن المشهد السياسي الحالي يضم سياسيين بارعين لكنهم ليسوا رجال دولة، فضلا عن وجود كفاءات مهمة خارج مراكز صناعة القرار. لحد الآن بكل أسف العراق ما أصدر رجل دولة بعد 2003. ما أصدر؟ لا. أكو سياسيين بارعين، أكو ناس يعرفون شلون يشتغلون سياسة، لكن ناس مستعدين أن يضحون في سبيل بناء المؤسسات وفي سبيل بناء القواسم المشتركة في سبيل النهوض السياسي وخاصة الاقتصادي والاجتماعي لهذا البلد مدى أشوف. أكو ناس يتكلمون بها. لا بس احنا نعرف أن التجربة تعلم، يعني تجربة اللي صار من تراكمات 2003 وبعدها وحروب وطائفية وقتال وغيرها وداعش، ما أنتجت أن رجل دولة؟ لا. شو قلت لها رح ننتج رجل دولة؟ هم أكيد أكو ناس عندهم صفات رجال دولة الآن بالعمل السياسي أكيد، يعني ما أنكر هذا، لكن مدى أشوف يظهرون أو يعطون السلطة المطلوبة أو يسعون إلى السلطة. أكو ناس عندهم صفات خارج العمل السياسي. قبل أن نتابع هذا الحصاد ننوه إلى هذا العاجل بعد تداعيات الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا. إذن في خبر عاجل أعلن الحرس الثوري الإيراني حصيلة قتل الغارة الإسرائيلية التي صادفت القنصلية الإيرانية في دمشق. وأفاد بيان للحرس الثوري أنه نتيجة للهزائم التي تلقاها النظام الإسرائيلي أمام المقاومة في غزة قامت طائرات هذا النظام بمهاجمة مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بالصواريخ، ما أدى إلى مقتل العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاج رحيمي وهما من كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، بالإضافة إلى 5 من الضباط المرافقين لهم وهم حسين أمان إلهي، سيد مهدي جلالتي، محسن صداقات، علي آقا بابائي وسيد علي صالحي.
أشار خبراء اقتصاديون أرقاما كبيرة بمئات الملايين من الدولارات لقاء استيراد العراق للطحين ومنتوجاته من البسكت والمعجنات خلال العام الماضي. تساءل الخبراء عن جدوى زراعة القمح في العراق بعد أن أعلنت وزارة الزراعة إنتاجا غير مسبوق في تاريخ البلاد عام 2023. المزيد مع أنس البدري. خلال العام الماضي 2023 حقق العراق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، إذ تجاوز المعروض التوقعات وتجاوز إجمالي الكميات المسوقة من القمح الكميات المتوقعة للخطة الزراعية 2023. في المقابل يؤشر المختصون بالأرقام عدم استفادة العراق من الإنتاج الذي وصف بغير المسبوق عبر مجمل استيرادات العراق من الطحين خلال العام الفائت، إذ استوردت البلاد الدقيقة فقط $500 مليون. ولم يتم الاكتفاء بذلك فحسب، استورد العراق خلال 2023 مختلف أنواع البسكويت بمجموع $260 مليون، فضلا عن $180 مليون لاستيراد معجنات مختلفة الأنواع خلال العام ذاته. الخبير الاقتصادي منار العبيدي تساءل عن جدوى زراعة القمح في العراق بعد أرقام الاستيراد هذه، وأيضا عن مصير الحنطة التي تم تسويقها وأين ذهبت بعد أن قررت الحكومة شراءها من الفلاحين ب850,000 دينار للطن الواحد. من ضمن التساؤلات أيضا، هل يجري إعادة شراء الحنطة المحلية العراقية وإعادة بيعها كأعلاف للحيوانات ويجري تدويرها وخزنها وبيعها خلال الموسم التالي للحكومة بذات الطريقة؟ إذن السيد منار العبيدي الخبير الاقتصادي ضيفنا للحديث حول هذا الملف، ملف استيراد القمح. أهلا بك ضيفا كريما علينا سيد منار العبيدي. ملايين الدولارات للكميات المستوردة من القمح والطحين، ونحن في العراق ننتج أيضا القمح، أين يذهب القمح العراقي؟ نعم، تحية طيبة أولا لحضراتكم ولمشاهدي قناتكم. حقيقة يعني ملف الحنطة والطحين بشكل عام ملف يشوبه الكثير من الغموض، خصوصا في السنوات السابقة، حيث لاحظ أنه عملية استيراد المواد التي يتم إنتاجها من الطحين لا تتأثر بكمية الإنتاج الحنطة المحلية، بغض النظر عن كمية الإنتاج سواء كانت مرتفعة أو منخفضة داخليا، فلم تتأثر حقيقة الكميات ولا المبالغ التي يتم استيرادها من مختلف الدول وتحديدا من تركيا وباقي الدول للمواد. هذا يدل على أن هناك خلل واضح، لأنه في النهاية إذا كان إنتاج الحنطة في العراق يعتمد على الحاجة الفعلية، فكان مثلا عندما يتم وجود موسم زراعي غير مسبوق وارتفاع كبير في إنتاج الحنطة، كان من المفروض أنه ينعكس على حجم الاستيرادات من مختلف الدول. طبعا هناك بعض الأمور التي يعني يعزوها المختصين في هذا الجانب. أولا بأنه الحنطة التي يتم زراعتها لا يمكن إنشاء منها ما يعرف بالطحين الصفر، وهو النوع الطحين الأكثر رغبة في السوق العراقية. الأمر الثاني وهو أنه عملية توزيع الحنطة وتحويلها إلى طحين عبر المطاحن الموجودة ومن ثم توزيعها يشوبها الكثير من الغموض وعدم الشفافية. يعني بالنهاية هناك الكثير من العوائل العراقية ترفض استلام هذه الحنطة أو هذا الطحين وتقوم ببيعها بسعر مخفض إلى الوكيل نفسه الذي يقوم باستلامها. قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر متفرع من الموضوع العام الذي نتحدث عنه يا سيد منار، لكن اسمح لي بالبداية فقط أريد أن أتأكد من هذا الرقم، $500 مليون لاستيراد الطحين، $280 مليون لاستيراد البسكويت، $180 مليون لاستيراد المعجنات. ميزانية الدولة هذه يا سيد منار، يمكن ميزانية بيروت ما بتطلع هالقد، لبنان بأكمل وما بتطلع هالقد. يعني وزارة الزراعة اغسل ايدك وامشي طالما تتحدث عن الخلل. صباح الخير وزارة الزراعة. يعني هذه طبعا الأرقام فقط من دولة واحدة، هي فقط من دولة تركيا. هناك بعض المنتجات التي أيضا يتم استيرادها من دول أخرى مثل الهند والإمارات ودول مختلفة ودول عربية، الأردن، أيضا من إيران يتم استيراد. يعني يتوقع أن المبلغ
يصل إلى منتجات المواد الطحين أو المواد المصنعة من الحنطة تصل إلى أكثر من 2 مليار دولار بالسنة. وطبعا كما ذكرت المشكلة أنه اليوم هو في عملية زراعة الحنطة، وما هي الفعالية؟ هل فعليا يتم زراعة أو تسويق هذه الكميات بشكل كبير، أم أن هناك كما ذكرت في المنشور موضوع أين تذهب هذه الحنطة؟ يعني المتابع المسؤولية، لهذا الشأن. نريد أن نتحدث عن المسؤولية بما أنك خبير اقتصادي، تبدأ المسؤولية من عند وزارة الزراعة. تأكيد موضوع وزارة الزراعة ووزارة التجارة أيضا كليهما هم المسؤولان عن توزيع الحنطة وتسويق الحنطة، ويجب عليهم متابعة الموضوع بشكل لمعرفة إن كانت هذه الحنطة فعلا تذهب إلى التسويق ويتم طحنها ويتم توزيعها ويتم استخدامها بشكل مناسب للمواطن العراقي. كما ذكرت هناك الكثير من العوائل العراقية لا تستخدم هذا الطحين، بل تقوم ببيعه مباشرة إلى الوكيل الذي يقوم ببيعه إلى التجار مرة أخرى، والذين يقومون باستخدامه أما كبيعه كأعلاف للحيوانات أو أنه يتم خزن الحبوب لتسويقها مرة أخرى. يعني هناك ملف موضوع تسويق الحنطة لأكثر من مرة، يتم استلام مثلا الحنطة في هذا الموسم ويتم خزنها وإعادة توزيعها مرة أخرى وإعادة تسويقها مرة أخرى. يعني نفس الكمية من الحنطة يتم تسويقها أكثر من مرة للدولة العراقية. هذا جانب. الجانب الثاني هو موضوع جودة الطحين الذي يتم إنتاجه. أيضا هناك الكثير من المشاكل أو جودة هذا الطحين، ما يضطر الكثير من العوائل العراقية إلى عدم شرائه. عملية إدارة هذا الملف تحتاج إلى مراجعة، لأن هناك عملية استنزاف كبيرة تحدث في هذه الأموال، وهناك عملية استنزاف كما ذكرت لموازنة الدولة العراقية في هذا، خصوصا أنه حجم الدعم لموضوع البطاقة التموينية قد يصل إلى أكثر من 6 تريليون، جزء كبير منها إلى موضوع الحنطة. فاليوم نحن على أبواب موسم تسويقي جديد، من المتوقع نتيجة أولا ارتفاع حجم الإنتاج الداخلي، وأيضا نتيجة ارتفاع السعر المشجع حقيقة من الدولة العراقية مقارنة مع السوق العالمية، من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج أو حجم التسويق إلى وزارة الزراعة وزارة التجارة بحدود 8 مليون طن. إذا كان التسويق يصل إلى 8 مليون طن، كان يجب أن تنعكس هذه الأرقام على أرقام الاستيرادات، وأن يتوقف استيراد المواد المصنع من الحنطة نهائيا، لكون انه لدينا اليوم 8 مليون طن وهي كافية لتغطية الحاجة الفعلية لكل العراق. فإذا لم تتم تغطيتها بشكل صحيح، معناته هناك خلل كبير في إدارة هذا الملف، وهذا الخلل كما ذكرت انه هناك تلاعبات كبيرة في عملية التسويق، في عملية الطحن، في عملية التوزيع، وأيضا في عملية الشراء من قبل كثير من المواطنين الذين لا يرغبون بهذا النوع من الحنطة، بل يفضلون شراء المواد التي تكون مستويات أو جودة الحنطة عالية، وهي لا تتوفر للأسف في الحنطة العراقية. طيب سيد منار، الأرقام لا تخطئ، 500 مليون دولار من أجل استيراد الطحين من دولة واحدة، وأيضا هنالك خطط، هنالك أسمدة، هنالك أيدي عاملة، هنالك مياه، هنالك أراضي لزراعة هذه الحنطة داخل العراق. في النهاية نقول لا نعرف السبب، هل هو احتكار، هل هو إتلاف، هل هو جودة الطحين، العمل على جودة الطحين. إذن المشكلة معقدة، ولكن الأسباب والأساسيات لهذه المشكلة واضحة. من أين نبدأ الحل من أجل يعني حفظ هذه الأموال التي تذهب ربما هدرا أو لا نعرف ماذا يحدث بها؟ من أين نبدأ بإصلاح هذا الملف؟ يعني ملف الأمن الغذائي حقيقة لا يعتمد فقط على موضوع الزراعة والإنتاج. المشكلة أنه الأفكار اليوم الموجودة على أعلى المستويات، سواء في وزارة الزراعة أو على مستوى الحكومة، تعتقد أنه الأمن الغذائي يتشكل من خلال زيادة المساحات المزروعة وزيادة الإنتاج. نعم، لا يخفى على الجميع أن زيادة الإنتاج عامل أساس في الأمن الغذائي، ولكن جودة الإنتاج هو عامل مهم، جودة الخزن هو عامل مهم، جودة التوزيع هو عامل مهم، معرفة الأنواع المطلوبة والمحاولة الوصول إلى هذه الأمور هي أيضا عامل مهم. للأسف العراق يفتقد في مجال الزراعة إلى عمليات البحث والتطوير، لا توجد هناك أي دراسات على الأقل يتم الأخذ بها في موضوع زراعة
المواد الأساسية وتحديدا الحنطة، أيضا هناك ضعف في موضوع عمليات الأسمدة المستخدمة، أيضا عمليات الخزن، هناك مشكلة سنواجهها هذه السنة لكون كما ذكرت أن نسب التسويق ستكون عالية، لا تتوفر مخازن أو ما يعرف بالسائلوات لتغطية كل الكمية المسوقة، عملية الطحن وتوزيع على المواطنين، هذا كلها تحتاج إلى استراتيجية. للأسف الوزارة لا تعمل وفق استراتيجية واضحة لعملية الإنتاج، تعتقد أنه الزراعة تنحصر في زراعة المنتج وتسويقه، لكن ما بعد تسويقه وما بعد وصوله إلى وصوله كمنتج نهائي، سواء إذا نتكلم عن الحنطة، نتكلم عن الخبز أو الصمون أو باقي المواد المصنعة، هذه أيضا يجب على الوزارة أن تعمل على تحسينها وتحسين البذور المستخدمة وطريقة. أنت تتحدث عن مشكلة كبيرة كارثة تخص البلد، خصوصا بأننا نتحدث عن الأمن الغذائي للبلد، لكنك حددت أرقاما معينة بأن الطن الواحد من الحنطة تشتريه الدولة ب 850 ألف دينار عراقي، ثم التجار العراقيون يشترونه من الوسطاء بمبلغ أقل من ذلك بكثير ب 300 ألف دينار، صحح لي إن كنت مخطئا، ثم يعاد بيعه للدولة مرة جديدة بسعر أقل أو بسعر أكثر ربما أم بنفس السعر. هذه يندرج تحت عنوان التجارة شطارة أم هذا نصب؟ أم نعود به إلى الخلل الذي ذكرته في البداية؟ هو ما هذا طبعا ملف الحنطة هو يخضع لمافيات الحنطة، يعني هذا الموضوع ليس بالجديد، هو موضوع قديم، هناك الكثير من الجهات التي تعمل كمافيات في عملية تسويق الحنطة إلى الحكومة العراقية، تحاول أن تعرقل تسويق الحنطة الرئيسية للكثير من المزارعين من أجل تسويق منتجاتها ومحاولة تسويقها لأكثر من مرة. يعني إذا هذا الملف تكلمنا فيه، هناك الكثير من الأمور، منها محاولة مزج الحنطة ببعض المواد من أجل زيادة الأوزان، هناك ملف استيراد الحنطة الخارجية من خارج العراق ومحاولة تسويقها على أنها حنطة عراقية، هناك موضوع كما ذكرت استخدام نفس الكميات المسوقة لأكثر من مرة من قبل هذه المافيات، فهو الملف قائم على وجود مافيات لديها القدرة على إدارة هذا الموضوع بشكل كبير لسنوات طويلة. يعني هو الموضوع ليس وليد هذه اللحظة، ولكن عملية الاستنزاف التي تحدث هو عملية كبيرة، يعني بالنهاية يجب أن تكون الأموال التي تقوم الدولة بصرفها في مجال توفير الأمن الغذائي يجب أن تذهب فعلا إلى مستفيدها بشكل صحيح، أما أن تصرف الدولة كل هذه الأموال بهذه الكميات ولا تصل الكميات المطلوبة إلى المواطن العراقي بالنوعية والجودة التي يبحث عنها، معنى أن هناك هدر كبير. اليوم كما أخبرني الكثير من المواطنين، كيس الحنطة أو كيس الطحين الذي يقوم بتوزيع الموزع المواد الغذائية يكلف الدولة بحدود 45 ألف دينار، نفس الوكيل يقوم بشراء نفس الكمية بشرائها ب 15 ألف دينار، إذن هناك فرق 30 ألف دينار قامت الدولة العراقية بخسارته، وهو لا يعني شيء للمواطن المواطن العراقي لكون أنه كما ذكرت هذه الحنطة ليست بالجودة التي يبحث عنها. مثل واحد، أنت تعطي مثالا واحدا على العموم، انطلاقا مما تذكر نمسي بالخير على وزارة الزراعة العراقية وعلى وزارة التجارة العراقية، ونقول لك شكرا جزيلا على جملة هذه المعلومات. السيد منار العبيدي الخبير الاقتصادي. بطول 6 أمتار أفعى تشبه الأناكوندا تثير الهلع في الكوت وحملة بحث كبرى للقبض عليها. كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي تفاصيل جديدة على اشتباك المسلح مع واحد من أخطر تجار المخدرات في قضاء صفوان، وقال إن التاجر كان يعمل منتسبا أمنيا. الفريجي أكد لشرقية نيوز أن تاجر المخدرات الهارب ويدعى حيدر مطشر خير الله ما زال هاربا من قبضة العدالة، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة بملاحقته حتى القبض عليه. ويذكر أن منتسبا في شرطة البصرة أصيب الأحد بجروح أثناء تبادل لإطلاق النار مع أحد تجار المخدرات في صفوان في اشتباك انتهى
بهروب تاجر المخدرات. عندك السلام لكل الاخوان كلهم. الله يسلمك. خلاص ان شاء الله ايش تحتاج؟ من عليه وقل له. البارحه والله الفجر ويا الناس اللي سمعتهم. عندك السلام. عندك السلام. بس حلو او توصي واحد وخدمتك. عندك السلام لكل الاخوان كلهم. الله يسلمك. خلاص ان شاء الله ايش تحتاج؟ البارحه والله الفجر ويا الناس اللي سمعتهم. توفرت معلومات اكيده ومضبوطه عند جهاز مكافحه المخدرات. كان أكو هدف مطلوب تم متابعته بدقة. الهدف من تجار المخدرات بحيازته كمية كانت من المخدرات. بعد أن دققوا المعلومات ورصدوا الإحداثيات فجرا اليوم الفجر تم مداهمة البيت اللي كان يقطن فيه هذا التاجر المخدرات والمجرم. وليس ببعيد هذا الموضوع، أطاحت السلطات العراقية بشبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات في بغداد بحوزتها 1,000,000 حبة من الكابتاغون كانت معدة للتهريب في بغداد. وأفاد بيان لوزارة الدفاع العراقية أن مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد ضبطت بحوزة الشبكة 1,000,000 حبة مخدرة من نوع كابتاغون في أحد المعامل وسط العاصمة كانت معدة لتهريبها خارج البلاد، مشيرة إلى أن العملية جاءت استنادا إلى معلومات استخبارية. شيع أهالي قضاء كفر جثمان زعيم قبيلة البيات الشيخ حسين علوش والذي قضى بغارة مسيرة. أعلنت الكتلة التركمانية النيابية تشكيل لجان نيابية وأمنية للتحقيق في جريمة الاغتيال، متهمة حزب العمال الكردستاني بممارسة الإرهاب تجاه التركمان العراق. قال رئيس الكتلة التركمانية أرشد الصالح، قال إنه التقى بعدد من القيادات الأمنية في بغداد وقدم لهم شرحا مفصلا عن خطورة الأوضاع في قضاء كفر والمناطق التي يوجد فيها التركمان. وجاء اغتيال الشيخ عشيرة البيات حسين علوش بطائرة مسيرة ليؤكد تنامي خطر حزب العمال الكردستاني البككي في العراق بعد أن وجهت إليه أصابع الاتهام بالوقوف خلف هذه الجريمة. معدل شاد قران المزيد من التفاصيل. لم يعد خطر حزب العمال الكردستاني البككة مقتصرا على المناطق الحدودية العراقية، بل أخذ يتغلغل نحو المدن واحدة تلو الأخرى، لا سيما في القسم الشمالي من البلاد، ما أثر بشكل واضح على أمن واستقرار السكان، بل كان عاملا في إلحاق الضرر المباشر بمصالحهم وأمنهم واستقرارهم. فخلال الساعات القليلة الماضية اغتيل زعيم قبيلة البيات الشيخ حسين علوش بطريقة غريبة جدا أثارت القلق بعد أن استهدفت عجلته الخاصة طائرة مسيرة مفخخة خلال تواجده بقضاء كفري. فور عملية الاغتيال وجهت أصابع الاتهام للوقوف وراء هذه الجريمة والتورط بها إلى حزب العمال، إذ يؤكد مراقبون أن هذه الأساليب معتمدة من قبل البككة، فهو مختص بهذا النوع من الهجمات وقد استخدمها في مرات سابقة ضد أهداف رافضة لسياسته وتوجهاته في العراق والمنطقة بشكل عام. في المقابل يشكل قضاء كفري الذي يقع بين صلاح الدين والسليمانية وديالة، وهو من المناطق المتنازع عليها كما موضح في هذه الخريطة، يشكل معضلة أمنية، فهو لا يتمتع بغطاء ومراقبة جوية، ويشهد بين الحين والآخر حوادث أمنية وعمليات اغتيال وهجمات مسلحة ينفذها مسلحو حزب العمال الكردستاني بككة، مستفيدين من غياب التنسيق الأمني العراقي في تلك المنطقة. الحكومة العراقية وفي نهاية شهر آذار المنصرم قررت حظر نشاط حزب العمال داخل الأراضي العراقية في خطوة تأتي لتعزيز السلم والأمن المجتمعي وإبعاد الخطر والتهديدات المسلحة عن المدن، إلا أن الأمر قد لا يتوقف على الحظر بل يتطلب خطوات ملموسة على أرض الواقع تفكك القواعد المسلحة لحزب العمال بحسب مختصينه.
يسعدنا أن ينضم إلينا ضيفا كريما السيد أرشد الصالحي رئيس الكتلة التركمانية في البرلمان العراقي. أهلا بك يا سيد أرشد. ما الذي يجري تحديدا في كفري من وضع أمني؟ نعلم سوء الخدمات سابقا، وهل المركز، هذا السؤال البديهي، غافل عما يجري فيها من أوضاع أمنية خطرة حتى يتم تذكيره؟ شكرا جزيلا. يعني أولا لابد أن نؤكد بأن PKK وداعش وجهان لعملة واحدة، وهم يعملون تحت غطاء إرهابي وغطاء دولي. وقضاء كفري ومنطقة تسمى منطقة قرميان في محافظة السليمانية للأسف أصبحت معقلا لتنظيمات المنظمة الإرهابية PKK. لو تسألني كيف يسمح الحكومة، حكومة الإقليم، لهؤلاء أن ينشطوا، أقول وبكل ثقة ولدينا الوثائق التي تثبت ما نقوله، مثل ما موجود داخل محافظة كركوك، داخل منظمات المجتمع المدني، هنالك في الإقليم أيضا منظمات مجتمع مدني تدعي أنها تهتم بملف حقوق الإنسان، هم يعملون تحت هذه المنظمات الإنسانية. وهذه المنظمة الإرهابية تعمل بشكل واضح في هذه المنطقة، علما أن المنطقة كانت أغلبية تركمانية فيما مضى من التاريخ، ولكن التغييرات السكانية التي حصلت حولت المنطقة إلى شكل آخر. اليوم هذا الحادث الذي أصاب زعيم عشيرة البياد حقيقة يعني عملية نوعية، لأول مرة يستهدف بهذه الطريقة، ونحن كنا على علم بأن هنالك تقارير استخباراتية قد تم تبليغنا قبل فترة من قبل الأجهزة الأمنية العراقية بأن هنالك عمليات إرهابية خلال هذه الأشهر ستقام ضد التركمان. حقيقة خلال سنة حادثتين إرهابيتين، الحادثة الأولى مقتل اغتيال مسؤول الأجهزة الأمنية في قيادة الجبهة التركمانية في كركوك، واليوم تلا هذا الأمر، حقيقة إرباك خطير، وهي تستهدف الأمن وليس أمن التركمان بالدرجة الأولى. يعني أنا أقول للقادة السياسيين العراقيين الشيعة والسنة والكرد، سكوتكم ما راح تعنيني شيء، اسكتوا ظلوا ساكتين، بس هذا راح يجي يقتنصكم واحد واحد. وعندنا أمثلة كثيرة، هذا التنظيم الإرهابي استهدف الجيش العراقي في سنجار، استهدف تجنيد النساء الأيزيديات، استهدف تجنيد العرب السنة في منطقة سهل نينوى، واليوم أيضا يجند الكرد في محافظة كركوك والسليمانية ومناطق قرميان كالار كفري. ولذلك أقول للأخوة الشيعة، إذا أنتم تحسون أنه أنتم راح تكونون بمنأى عن نار PKK، لا، راح نقول لكم اليوم بالإقليم باتر في بغداد، هذول كل ما يشوفون مساحة واسعة للعمل فراح يجون إلى كل المناطق. سكوتكم ما تعنينا، لأنه احنا متأكدين أنتم ما عندكم مصلحة بهذا الشيء. طيب أهلا بك من جديد سيد الصالحي. قدمتم شرحا مفصلا عن خطورة الأوضاع في هذه المنطقة، والتي يعني بالتأكيد لم تنفذ فيها أصلا اتفاقية سنجار، وأعلنتم تشكيل لجان نيابية وأمنية للتحقيق. ما فائدة هذا التحقيق إذا كانت اتفاقية سنجار لم تنفذ أصلا والوضع الأمني معروف في هذه المنطقة؟ ما فائدة هذه اللجان من وجهة نظرك؟ تفضل. كلام صحيح، احنا ما استفادينا من اللجان التحقيقية فيما مضى. نعم. ولكن طلبنا ولقائي اليوم في بغداد مع عدد من القادة الأمنيين وعلى أعلى المستويات أفرزوا عن هذه النتيجة. قد يكون هي اتهام من قبلنا، احنا دا نقول للحكومة إذا أنت تعتبر التركماني عراقي تعامل وياه كواحد عربي شيعي، كواحد عربي سني، لا تتعامل وياي بشكل آخر، بمنظار آخر. إذا تريد تنظر علي بمنظار آخر، إحنا هم عندنا خيارات ننظر إليكم بمنظار آخر. اللي لقاءاتنا اللي صار ومناشدتنا
بالذات الكتاب اللي أوصلته إلى السيد رئيس الوزراء خلي يكون لجنتين للتحقيق، لجنة أمنية تنفيذية خلي تروح تحقق وتشوف هذه العملية النوعية الخطيرة. هذا باكر عقبه راح تنتقل إلى داخل بغداد، راح تنتقل إلى داخل كركوك، إلى داخل المحافظات الأخرى. صحيح اليوم هناك تسيب في الأجهزة الأمنية في مناطق كفري وبذلك يستهدف التركمان، وعندنا معالجة لهذا الأمر، راح أطرح هذه المعالجة بهذا الخصوص. النقطة الأخرى، اليوم مجلس النواب أيضا لجنة الأمن والدفاع برئاسة الدكتور خالد العبيدي شكل لجنة نيابية بين لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان. أنا بانتظار أن صدور الأمر الديواني من السيد رئيس مجلس النواب بالنيابة أنه حتى يتم الذهاب إلى المنطقة والتأكد إذا كانت اتهاماتنا غير مبنية على وقائع حقيقية. خلينا نروح ونشوف شلون حصل هذا الحادث، وين تتواجد هذه المنظمات الإرهابية. وعتبنا الشديد على المهم يعني في قيادة الاتحاد الوطني الحادث، أم كيف نوقف حوادث أخرى في المستقبل لا سمح الله وعملية محاسبة واسعة بهذا الشأن. لكن السؤال الأبرز، لماذا اليوم التركمان هم المستهدفون من قبل البككي هذه المرة؟ يعني أولا هذه المنظمة اللئيمة أكيد يحاول يستهدف النقاط المكونات أو الأطراف الضعيفة. اليوم نحن ندفع ثمن تدهور العلاقة ما بين البيكيكي وما بين تركيا. نحن لسنا بمواطنين أتراك، نحن من أتراك العراق، نحن من تركمان العراق. فاليوم من يستخدم البككة حالاتها الانتقامية وما يتمكن من الوصول إلى الأتراك يجي يستهدف التركمان ويريد يلغي وجودنا، يضعف وجودنا في هذه المناطق، أكيد هذا الهدف الرئيسي في استهدافنا. وهذا اللي يشجع البيكيكا يستهدفنا الحكومة العراقية. راح تسألني كيف؟ راح أقول لك الحكومة العراقية من ما ينطي الفرصة للتركمان أن ينخرطوا في الجهاز الأمني، في المخابرات، في الشرطة، في الجيش، في المناصب، طبعا راح نكون ضعيفين وهؤلاء راح يستهدفون الطرف الأضعف في الحلقة العراقية. هذا موضوع آخر. هذا سبب. السبب الآخر كما ذكرت، هذا موضوع آخر يا سيد أرشد. وفي المستقبل كما تعلم تعاون أمني بين تركيا والعراق، إذن يجب أخذ الحيطة والحذر أكثر من أي ردة فعل محتملة من قبل هذا التنظيم. نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة في حصاد الليلة، السيد أرشد الصالحي رئيس الكتلة التركمانية في البرلمان العراقي، شكرا جزيلا. لمواجهة مختلف التهديدات والتحديات، السوداني يصدر توجيهات بشأن تسليح القوات العراقية ويشدد على تنويع مصادرها. سادت حالة من الهلع بين أهالي حي الحكيم الواقع شرقي مدينة الكوت مركز محافظة واسط بعد أن ظهرت أفعى ضخمة قيل إنها من نوع أناكوندا، ورصدت كاميرات المراقبة صورا لهذه الأفعى في أحد شوارع حي الحكيم في وقت توقع فيه خبراء بيئيون أن يكون ظهور هذه الأفعى بهذا الوقت مرتبطا بانتهاء فترة سباتها الشتوي، خاصة وأن المنطقة تحولت قبل سنوات من زراعية إلى سكنية. في موضوع آخر، يواجه أصحاب نحو 30 منزلا في منطقة الدورة ببغداد أوامر بالإخلاء وبدفع غرامات تصل إلى 160 مليون دينار عراقي بداعي التجاوز. ويقول متضررون من الإجراء إنه على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية لصالحهم إلا أنهم مطالبون بالإزالة ودفع الغرامات. يعرب القحطان والتفاصيل. يحملان الهموم ويتجولان في بغداد بعد إنذارهم وأكثر من 30 منزلا في منطقة الدورة بضرورة الإخلاء فورا. أمر إزالة وغرامة علي من وزير الداخلية 80 مليون. البيوت كلها إحنا مجمع سكني، إحنا قاعدين من آني الجديدة مالتهم قاعدة بال 2007.
غرامات مالية. الولد لو صافي عامل مصفى الدورة غرامته 160 مليون، والولد مريض عامل خدمة، عامل خدمة والولد مريض. أني وأخويا وأمي لازم ندفع غرامة 160 مليون. يابا شو مسوين احنا؟ أمر ما تمشي، ما تبنون البيت، والمقاول هزموه لحد ما تفاجئنا هاي الكتب توزعت لنا إزالة، إزالة وغرامة، إزالة وغرامة. بالرغم من حكم المحكمة لصالحهم إلا أن الجهات تطالبهم بتسليم الأرض، فيما يطالبون بالبديل لأرضهم قبل تشريدهم. ما نريد أسمع، خلي ينطونا بديل زين، و150 مليون احنا منين نجيب؟ هاي المرة الوية طالع عليها 160 مليون، احنا طالع علينا 150. ناشد وزير الداخلية الجهات المعنية شوف لنا صورة حل، لأن احنا ما عدنا لا حول ولا قوة، خلي يشوفونا صورة حل واحنا نشيل، خلي ينطونا بديل ما نريد قيش. ويوجه أكثر من 1000 شخص المناشدات للجهات ذات العلاقة بضرورة التدخل مع وصول المشاحنات بين الأطراف المتنازعة إلى ذروتها. من بغداد عرب القحطان، الشرقية نيوز. تتزايد المخاوف بين الأوساط المدنية والثقافية والحقوقية من عمليات التضييق على الحريات العامة والرأي في العراق، لاسيما بعد تكثيف محاولات التصويت تحت قبة البرلمان على مسودة قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي من دون الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات والاعتراضات على بعض بنود تلك المسودة والتي وصفت بأنها سيف على رقبة الحرية. المزيد في هذا التقرير. قلق متزايد إزاء التضييق على الحريات في العراق جراء السياسات الحكومية التي آخرها تتجسد في سعي مجلس النواب للتصويت على مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي بصيغة مجردة من أي تعديلات، في محاولة واضحة وصريحة لتجاهل المجتمع المدني وتشدد الخناق على حرية التعبير وحرية الانتقاد البناء. ناشطون في مجال حقوق الإنسان يرون أن الذهاب باتجاه التصويت على مسودة قانون عليها ملاحظات من المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية وعليها اعتراض كبير من مجموعة قوى مدنية يؤكد وجود مساع كبيرة لتقويض الحريات في بلد نظامه السياسي قائم على الديمقراطية. في الوقت ذاته يشدد مختصون على ضرورة أن يتلائم قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي مع الدستور العراقي في مادته 38 بشأن الرأي وحرية التعبير عنه والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، لا أن يسلط كسيف على رقاب العراقيين ويعيق حريتهم في تشخيص الهفوات والأخطاء والسلبيات ويمنعهم من أن يبدون آراءهم في كيفية تصحيح وضعهم. وتعلو الأصوات المدنية بضرورة حماية الحريات في العراق والابتعاد عن وضع قوانين بوليسية ديكتاتورية تطيح بما تبقى من فسحة التعبير عن الرأي، كذلك الاستعانة بالمنظمات والخبراء وأصحاب الاختصاص ممن لا ينتمون لقوى سياسية للمضي نحو تشريعات تلبي تطلعات المرحلة الديمقراطية وتنمي ركائزها. إذن مسودة قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي نناقشها مع السيد كاظم المقدادي الأكاديمي والصحفي. أهلا بك ضيفا كريما علينا سيد المقدادي. منذ 13 عاما والأوساط أو المجتمع المدني يناضل ويحاول لتشريع القانون، مسودة القانون بصفة تتوافق مع الدستور العراقي وأيضا تتوافق مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ولكن بعض القوى السياسية تريد لهذا القانون أن يكون سيفا مسلطا على رقاب الحريات. ماذا نفعل حيال ذلك؟ هل لدينا الصلاحيات والقوة تحت قبة البرلمان لرفض مثل هكذا قانون سيف على رقاب الحريات؟ تحياتي ستالة أستاذ سعيد، تحياتي ولكل مشاهدين الشرقية. حقيقة هذا الموضوع هو يعاد باستمرار ويبدو أن لهم القدرة بالنهاية على التصويت للأسف على هكذا يعني قرار يمنع الحريات يعني، وأيضا يسيء للديمقراطية في العراق. احنا نتحدث عن الديمقراطية، ولو أنا ذكرت مرة مصطلح هي الديمقراطية، عندنا ديمقراطية مسلحة
لكن هذا الموضوع أيضا حقيقة كل مرة يعني كل ما يبدون في مناقشاتهم تحت قبة البرلمان يبدو للميل هو لتقييد الحريات والتظاهر السلمي، يريدون أن تكون تظاهرات تأييد وليس تظاهرات تنديد، يريدون أيضا من حرية التعبير أن تكون حرية التعبير النشيد بإنجازاتهم. هذه مشكلة حقيقة، هم يريدون تكميم الأفواه من خلال هذا القانون الجديد المعدل التشريع، لأنهم ربما لا يطيقون النقد الحاصل في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا بالصحافة وفي حتى في المنتديات السياسية والأدبية والثقافية وحتى في المقاهي وفي الشارع وفي التاكسي وفي الكية. هناك انتقادات شعبية، يعني انتقادات حقيقة هي ليست نوع من الانتقاد الذي لا يستند إلى حقائق، وإنما يستند إلى حقائق بسبب الفساد الحاصل في العراق وعلى كل المستويات. أنا يفرحني هذا الموضوع، لأن حقيقة أول كتاب صدر إلي في باريس هو معنون البحث عن حرية التعبير، ويحكي قصة الصحفيين العرب اللي هاجروا من القاهرة إلى باريس بحدود 1850 فما فوق وأصدروا صحف عربية. نتصور إذن هي القضية حقيقة قديمة وليست جديدة. هنا في العراق حقيقة ربما مثل ما ذكر التقرير حقيقة، يعني هو هناك المادة يعني حقيقة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة، هاي مادة واضحة، وهنا الدستور العراقي أيضا المادة 38 حرية التعبير، حرية النشر، حرية الصحافة، حرية الإعلام، الطباعة، ما هي موجودة. احترنا يا سيدة كاظم أن نقلل موجودة أو نشخص المشكلة من أين تبدأ، من المزاج السياسي أو من عدم الإدراك أو من قلة فهم للنصوص الدستورية الواردة انطلاقا مما تذكر، ولماذا هذا الإصرار على تسمية هذا القانون أو هذه المسودة لو صوت عليها تحت اسم حرية التعبير؟ يا أخي سموها رقابة مشددة بمواصفات محددة وخلصنا، بلها التسمية حرية التعبير بطلت، يعني فقدت من مضمونها، فقد الاسم مضمونه. والله أنت محق تماما بالضبط، يعني هاي ما هي يعني رأي حق يراد بها باطل أحيانا أو تعبير يعني للأسف هو تعبير مجازي، لكن كما تقول هاي الأشياء اللي ذكرتها فعلا صحيحة جدا، وهذا ما حقيقة هو المتداول الآن في الشارع العراقي كلما أرادوا تشريع هذا القانون. لكن هي القضية بالمناسبة هي قضية تكميم أفواه، هي قضية لا يريدون المواطن أن ينتقد هذه الشخصيات السياسية اللي تعتقد أنها في حصانة وفي مأمن من نقد الشارع العراقي، وهذا غير ممكن، يعني غير ممكن أبدا لكثرة المخالفات وكثرة الفساد واللي دنس معه يوميا وما زال من 2003 ولحد الآن. بعدين هناك مادة بالقانون العقوبات العراقي 111 اللي طبعا صدر في 1969، المادة 433 قضايا تتعلق بالقذف والتشهير، هاي ممكن يستخدموها من حقهم إذا كان هناك قذف وتشهير بشخصية سياسية هي حقيقة بعيدة عن هذه الشكوك والمزاعم والفساد إلى آخره، من حقه أن يوكل محامي. لكن المشكلة الآن يا أستاذ سعيد يا ست علاء، الآن كثرة الدعاوى يعني بالمئات يوميا تصدر دعاوى على ناشطين مدنيين وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا زملاء الصحفيين المعروفين حقيقة، وأنا طبعا هنا أثمن حقيقة دور الأستاذ فايق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى اللي حقيقة وقف بجانب كثير من الزملاء الذين طبعا رفعت بحقهم دعاوى ظالمة مثل علي الذبحاوي وعلي الخيال وأيضا قدس السامرائي وقصي شفيق وعندنا حيدر هادي من كربلاء ومصطفى لطيف، مجموعة واخرين ربما لم أذكر لا تحضرني أسماءهم. نعم بغض النظر يعني عن الأسماء. الموقف نعم. هذا موقف مشرف من بالتأكيد القضاء العراقي دائما في جانب الحق. دعني أنتقل إلى نقطة أخرى، بعض الجهات الحقوقية سيد كاظم اقترحت أن يكون هنالك لجنة
أعضاؤها لا ينتمون لأي جهة حزبية أو سياسية، أعضاء فقط معنيون بحقوق الإنسان. أن تجتمع أيضا مع قبة البرلمان، مع البرلمانيين الذين يعارضون حريات التعبير، وتناقش هذه المسودة للتوصل إلى نص قانون مرضي للعراق وللقانون العراقي ولحرية التعبير في العراق. هل تكوين مثل هذه اللجان أمر مستحيل؟ هل توضع العوائق أمام تشكيل مثل هذه اللجان المختصة بحرية التعبير وحقوق الإنسان؟ تفضل. نعم، يعني للأسف يريدون هكذا قرارات أن تكون بينهم ولهم، وهذه مشكلة، يعني مشكلة مزمنة. أنا أعتقد ربما على الأقل يستضيفون رجال القانون تحت قبة البرلمان، يستضيفون الكثير من الشخصيات المثقفة، الشخصيات الفكرية، ليكون هناك نقاش عام مطروح وعلى الملأ، أن يكون هذا النقاش علني حتى نتوصل إلى نتيجة، إلى حالة رمادية كما نقول. لأن هناك فعلا في هذا القانون، يعني هناك حرية التعبير وهناك أيضا خطاب الكراهية والعنف، وهذا موجود حقيقة. لكن نحن يفترض بنا أن نصل إلى قانون يعني يحترم حرية التعبير، يحترم الشعب العراقي، يحترم كل الحقيقة، حتى الأقلية العرقية اللي هي أيضا أحيانا نجدها مضطهدة في هذا المجال. يعني يفترض أن تكون نقاشات علمية فكرية جدية قبل أن يصدر هذا القانون. هم يريدون كما أشرت قبل قليل، يريدون كل شيء يؤمنون به، هم الذين يصدرون مثل هذه القوانين بهذا المجال. يعني أنا أعتقد هذا خطأ فادح كبير، لأن هكذا قوانين أيضا هي لا تطبق أساسا. لا أعتقد هناك شيء واحد معمول به بالدول الأوروبية، أنه هناك مظاهرة يجب إعلان الجهات الأمنية المعنية حتى يحافظون على سلمية هذه المظاهرات وعلى قضية الازدحامات والمرور إلى آخره. هذا ممكن، هذا معمول به. لكن إنما عندما تكون هناك بعض الشعارات التي حقيقة تطلق ضد هذا المسؤول أو ذاك، بس لأنه فاسد، مو لأنه طيب. هذا المسؤول الفاسد يستطيع أن يرفع دعوة ويقول أنا لست فاسد في موضوع المادة 433 القذف والتشهير. هكذا ممكن نعمل، لكن بالطريقة اللي يريدوها حقيقة هي تكميم أفواه، ويريدون أن يبقون بمعزل، بمنع عن أي نقد في الشارع. يعني ربما النقد العلني، وحتى أحيانا ربما النقد الخاص بين جماعات، يعني وبين وربما حتى في البيوت، وتبدأ هنا الدولة البوليسية، وتبدأ المخابرات تشتغل، وتبدأ التقارير، ونعود إلى النظام السابق. نعم. وهي مشكلة حقيقية يجب أن نواجهها نحن الأكاديميين، نحن المثقفين، كل حقيقة هذه الفئات يجب أن تواجه بقوة، ويجب أن نؤمن قضية حرية التعبير، لأنها هي الأساس وحجر الزاوية للديمقراطيات في العالم كله. شكرا جزيلا لك السيد كاظم المقدادي الأكاديمي والصحفي، أشكرك لوجودك معنا. دمار وجثث متحللة، انسحاب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي في غزة يكشف هول المجازر. والآن نتحول عربيا إلى آخر أخبار غزة. انسحب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي هناك بعد أسبوعين من شنه عملية عسكرية واسعة النطاق في الموقع، مخلفا عشرات الضحايا. وقالت وزارة الصحة في غزة إنه جرى انتشال عشرات الجثث، بعضها متحلل، من داخل مجمع الشفاء الطبي ومن محيطه، مبينة أن بعض الجثث مهمشة نتيجة دهسها بالدبابات والجرافات العسكرية. وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن الجيش الإسرائيلي انسحب من المجمع الطبي بعد أن قام بإحراق مبانيه وإخراجه عن الخدمة بشكل كامل. Thank you.
حجم الدمار كبير وواسع في مجمع الشفا زي ما انت شايف، يوجد شهداء العدد كبير. الان يتم اخلاء المرضى، هي الخطه الاولى عندنا، هو يتم اخلاء المرضى من مجمع الشفا محافظا على حياتهم فتره اللي هو وجود الاسرائيليين في مجمع الشفا. دخلوا كميه اكل قليله لا بتكفي لاي مريض، احنا 150 مريض، 50 من الطاقم الطبي كفيش ابدا، لا علاج ولا دواء ولا شيء، وقصف لمده 24 ساعه ما وقفش ابدا، ودمار مش طبيعي في المستشفى. أظهرت لقطات دمارا غير مسبوق في الأحياء المجاورة لمجمع الشفاء الطبي في غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه، وتجمع نازحون فلسطينيون لجأوا إلى المستشفى وتم إجلاؤهم مرات عدة، وتجمعوا حول الأنقاض وسط حالة من الصدمة والذهول من هول المنظر، مؤكدين بأن الجيش الإسرائيلي أنهى كل مظاهر الحياة في المجمع وأن عشرات العائلات لم يعد لها مكان للعيش. صرنا انا امشي المصابين لحد ما وصلتهم في المعمداني، انا وبناتي، فيش معانا ولا رجال ولا حدا في الليل، والقناصات علينا واليهود والدبابات، وطلعنا على اساس على امل اني ارجع الاقي اغراضي، انا ماليش حاجه، داري انقصفت، انا باجار وبيتي انقصف وكله راح، ما ضلليش حاجه، وجيت على امل اني انا رحت على مدارس الجا، بيقولوا لي فيش لك مأوى، طب وين انا اروح؟ انا قاعده عند ناس حاليا. والآن إلى الصفحة الرياضية مع آسيا. شكرا لكم سعيد وآلاء. أخبار الرياضة نبدأها من العناوين. نادي القوى الجوية يهدد بالانسحاب من دور المحترفين العراقي بعد الأحداث التي شهدتها مباراة دوهوك. الإيطالي يانيك سينر يتوج بلقب بطولة ميامي للتنس للمرة الأولى في تاريخه. أهلا بكم. لوح نادي القوى الجوية الرياضي بالانسحاب من دور نجوم العراق في حال لم يتخذ الاتحاد المركزي لكرة القدم قرارا حاسما إزاء ما حدث في ملعب دوهوك. وأعرب النادي في بيان عن أسفه الشديد لما حصل في ملعب دوهوك من محاولات وصفها بالهمجية والوحشية، مبينا إنها كادت تؤدي بحياة لاعبي الفريق، مضيفا لولا لطف الله وحكمته لخرجنا بحصيلة دموية في ملعب لم نشعر بالأمان فيه منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة. ألمح نجم نادي الهلال السعودي البرازيلي نيمار برغبته في الرحيل عن النادي السعودي والعودة إلى ناديه الأول الذي انطلق منه في بلاده. وأوضحت تقارير صحفية أن نيمار أبلغ أعضاء الجهاز الفني لسانتوس والعديد من لاعبي الفريق خلال زيارته لهم في غرفة تغيير الملابس لدعمهم لرغبته في العودة إلى النادي البرازيلي في صيف 2025 عقب نهاية عقده مع الهلال. وكان نيمار قد انتقل إلى صفوف الهلال في صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان، لكن النجم البرازيلي لم يلعب سوى 5 مباريات بقميص الزعيم في كل البطولات، سجل خلالها هدفا وصنع 3، وذلك كونه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال شهر تشرين الأول أكتوبر 2023.
ذكر نادي إيفرتون الإنجليزي أن خسائره في موسم 2022-2023 بلغت أكثر من 112 مليون دولار، بينما ينتظر نتيجة الطعن على اتهامه للمرة الثانية بمخالفة اللوائح الربحية والاستدامة في البطولة. وطبقا للوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، تواجه الأندية خطر انتهاك قواعد الربحية والاستدامة إذا تجاوزت الخسائر 105 ملايين جنيه استرليني خلال 3 مواسم، بواقع 35 مليون جنيه في الموسم الواحد. تفوق الإيطالي يانيك سينر على البلغاري غريغور ديمتروف ليتوج ببطولة ميامي المفتوحة للتنس لأول مرة، وبهذا يفوز سينر بطل أستراليا المفتوحة بثاني ألقابه في بطولات الأساتذة ذات 1000 نقطة بعد نجاحه في كندا العام الماضي، وسيرتقي إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين لأول مرة. أعلنت شركة ليبرتي ميديا مالكة بطولة العالم للفورمولا 1 ومقرها الولايات المتحدة عن استحواذها على الشركة الأم لبطولة الدراجات النارية حسب ما ذكر موقع موتو جي بي. وتعكس الصفقة قيمة مؤسسية لدورنا والموتو جي بي تبلغ أكثر من 4.5 مليار يورو، فيما تبلغ قيمة الحقوق الملكية 3.5 مليار يورو. نهاية الأخبار الرياضية، وهذه عودة إلى سعيد وآلاء، إليكما. وفي نهاية الحصاد تذكير بعناوينه: لمواجهة مختلف التهديدات والتحديات، السوداني يصدر توجيهات بشأن تسليح القوات العراقية ويشدد على تنويع مصادرها. هجوم دمر القنصلية الإيرانية في دمشق، إسرائيل تغتال قائد قوة القدس في سوريا ولبنان، وطهران تتوعد بالرد. وسط ترقب الأحزاب المنافسة له، حراك ميداني مفاجئ للسيد الصدر ينذر بعودة قريبة. وبعيدا عن المؤامرات والنتائج المسبقة، البرزاني يدعو المجتمع الدولي لضمان إجراء انتخابات حرة وحقيقية في كردستان. بطول 6 أمتار، أفعى تشبه الأناكوندا تطير الهلع في الكوت، وحملة بحث كبرى للقبض عليها. دمار وجثث متحللة، انسحاب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي في غزة يكشف حول المجازر. هذه الأخبار وغيرها تتابعونها عبر صفحات الخاصة بالشرقية والشرقية نيوز، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة طبعا بالقناتين. حصادنا انتهى، أنا وآلاء نتمنى لكم ليلة هادية. شكرا لك سعيد، وشكرا لمتابعتكم حصاد هذه الليلة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.